50 على طول يعني اول 5-6 دقايق من الشوط الثاني راح منزل مؤمن بدل جونيور اجاي. مؤمن طبعا عمل سرعات كتير هنا، دي واحده لعبد الله السعيد. مش معودنا يعني معودنا يحطها في البعيده في بطن رجله. عبد الله السعيد بص استهلك يعني بصراحه هو يعني طبعًا الله يكون في عونه بصراحه في عونه. يعني بيلعب 90 دقيقه برضه بقاله 4-5 ماتشات اللي طبعًا. هي كل 3 ايام دي فصعب طبعًا. جدا الملاحظ برضه كابتن طبعًا. وليد ان علي معلول وصل اكتر من مره وبيلعبها بطريقه غريبه جدا بصراحه. لا هو يعني بيحطها لتحت بس هو يعني هو غلطان يمين. هي هو يعني هي لتحت لازم تبقى الواحد يعني كرة خطر والمفروض اغير يا جمال يعني لو حطيت واحده لتحت بالظبط واحده بالعرض بالزبط. لكن عبد الله السعيد عايز اقول ان هو يعني احسن لعيب 2016 من وجهه نظري الناس كلها او احنا ادينا له وناس كتير من الخبراء والمحللين يدوا عبد الله السعيد احسن لاعب 2016. عبد الله بتفق مع جمال ان هو استهلك بشكل كبير جدا على مدار موسمين سواء مع النادي الاهلي او مع منتخب مصر. فجه في الدقيقه 68 الكابتن حسام وراح مغير التغييره الثانيه اللي احنا متعودين عليها. احنا قلنا كل مباراه مؤمن زكريا وكريم ندفت دول تغييرتين هيحصلوا.